انه الحمله زي ما انا قلت دي يمكن المرحله الرابعه من الحمله او رابع مرحله. مرحله بتشمل محافظات الفرات الاوسط، وليس يعني مصادفه التوقيت الحمله، لانه قبل الزياره الاربعينيه اللي هيبقى فيها تجمع، واخطر حاجه على الوباء الكورونا اللي احنا فيه هو التجمعات، وبالتالي كان لازم مزيد من التوعيه للمواطنين، المزيد من التوعية من الزوار على أهمية الوقاية ومكافحة مرض الكورونا عن طريق الوقاية، لأنه إلى الآن زي ما حضراتكم عارفين لا لقاح ولا علاج موجود. المرض متفشي في العراق بشكل كبير لكن مسيطر عليه حتى الآن نتيجة جهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في توفير جميع أنواع وسائل العلاج من معدات وأدوية وخلافه. الحملة استمرت لمدة 3 أيام في بابل، لكنها ابتدت قبل كده في النجف ومكملة في كربلاء. احنا بنتعشم ان يكون لها تأثير ومردود إيجابي على أعداد المصابين في هذه المحافظات. أنا طبعاً يعني ومش هنوقف لحد كده، احنا عندنا حملة 5 هنرجع تاني لإقليم كردستان في إربيل ودهوك ونينوى والموصل، على أساس إنه بيبقى الجو في المناطق دي يمكن على بداية الشتاء في شهر 11 شهر نوفمبر، نطلع نروح الأماكن دي بيبقى الشتاء فيها بتنخفض الحرارة كثيرا يمكن أكتر من بغداد والمحافظات، وحضراتكم عارفين ان هذا الفيروس في الشتاء بينشط مع انخفاض درجة الحرارة. يعني في اوروبا حاليا فرنسا وانجلترا وغيره شهدت ارتفاع كبير في الحالات نتيجة انخفاض درجة الحرارة. نفس الكلام متوقعينه انه الموجة الثانية من الفيروس في الشتاء القادم ستصبح هتصل والاعداد يمكن تزيد عن كده. وبالتالي عشان نحد من الاعداد ونحط اجراء لابد من اتخاذ بعض الاجراءات. هيبقى فيه كمان المخيمات النازحين، يعني لأول مرة هنخش المخيمات حوالي 13 مخيم على ما أنا فاكر، هيحصل فيهم تعفير كامل، لأنه طبعا اللاجئين والنازحين إذا لم نتخذ إجراءات وقاية ممكن أن هم يبقوا نقط يعني بتنشر الوباء. مش ممكن أبدا ده نسيطر عليه بشكل تام، لأنه ده بيعتمد على تصرفات المواطنين، وبالتالي شغلنا كله في المنطقة دي ده جزء منها احنا، وبالتالي احنا بنعمل اللي علينا، بنوعيك، بنحط لك المعلومات تحت ايديك، بنقول لك ان ده هتتأذي، بنقول لك ان انت ده ممكن يأثر على صحتك، الباقي عليك. وبالتالي عندما تتزايد الإصابات اليومية تأكد انه في جزء كبير على المواطن يتحمل منه المسؤولية. احنا الجزء اللي علينا هو توعية المواطنين، ارسال الرسائل، عمل الحملات مثل ما نعمل الآن، حملات في التلفزيون، توعية في الصحف، في وسائل الإعلام المختلفة. ده الجزء اللي علينا ان احنا نقدر نعمله. الوزارة واللجنة العليا للصحة والسلامة بتطلع كمان قرارات بتوجب وتساعد على أداء عملنا بين المواطنين، لكن الجزء الأكبر على المواطن. فأنا بحث المواطن العراقي انه حضراتكم شايفين المجهود اللي كلنا بنعمله، فأرجوكم ساعدونا في انه ننزل عدد الإصابات شوية عشان مستشفياتنا تقدر تستوعب الأعداد اللي متوقعينها في الشتاء القادم.